بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخ أبو باسم، له سؤال يقول فيها: فضيلة الشيخ، وجدت في إحدى المكتبات مجلدات باسم الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله، فلماذا سميت بهذا الاسم؟ وما رأيكم في هذه المؤلفات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، شيخ الإسلام له فتاوى مشهورة وهي مفيدة جدا، تفع بها المسلمون، وهي على قسمين: فتاوى الكبرى الأولى المصرية، يعني قديمة، طبعت قديما، وأما مجموع الفتاوى الكبير فهذا جمع وأدخل فيه كثير من أو كل الفتاوى القديمة والفتاوى الكبرى أدخلت في المجموع الأخير الذي هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ سالم من الدمام يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتمرت أنا ووالدتي في العام الماضي، ولكن عند الإحرام لم نقل لبيك عمرة، فهل عمرتنا صحيحة وهل علينا شيء؟ وإذا كنا نجهل هذا الإحرام وهذا القول ماذا علينا؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك والشروع فيه فقد أحرم، وأما التلبية فإنها سنة، إن أتى بها فهو أفضل، وإن تركها فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت أم عبد الله تقول: زوجي في حياته كان صالحا، أحسبه كذلك والحمد لله، واشترى لي هدايا وذهب وفضة وسلاسل، وقد توفاه الله عز وجل، هل يكون هذا الذهب وهذه الفضة وما تركه لي هدايا من التركة، أم أن هذا خاص بي؟ إذا كان أعطاك هذه الأشياء فإنها ملكك، لك في إياها، فلا تدخل في التركة، لأنه اشتراها لك وسلمك إياها لأنها هدية وعطية، استقر ملكها لك وليست للورثة. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل التوبة خاصة بعد عمل صالح كحج أو عمرة أو رمضان أو في أي وقت؟ وما هي شروط التوبة النصوح مأجورين؟ التوبة واجبة على المسلم، وتكرار التوبة على مستحب متأكد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، والعبد في حاجة إلى التوبة لأنه مقصر ويقع منه أخطاء، أو بحاجة إلى التوبة. والتوبة معناها الرجوع من الذنب إلى الطاعة، ولها 3 شروط. الشرط الأول أن يترك الذنب الذي تاب منه، والشرط الثاني أن يعزم أنه لا يعود إليه، والشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنب ويكون دائما على باله ويستغفر الله منه. إذا توافرت هذه الشروط فإن التوبة بين العبد وبين ربه مقبولة إن شاء الله. وإن كانت التوبة من حقوق الناس ومظالم الناس فلا بد من شرط رابع، وهو إرجاع حقوق الناس إليهم أو طلب المسامحة منهم. نعم. يقول السائل أبو ناصر من الرياض: متى تقوم الحجة على الإنسان ويحاسب على أفعاله في هذه الدنيا؟
إذا بلغ عاقلا إذا بلغ الحلم عاقلا وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات. وأما قيام الحجة إذا بلغه القرآن وهو عربي، لأن القرآن باللغة العربية، إذا بلغه القرآن وهو لغته عربية قامت عليه الحجة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أهذا سوداني مقيم في أبها يقول: أنا حجيت متمتع ولم أجد هدي، فصمت 3 أيام في الحج ولم أصم 7 المتبقية علي، ومضى على ذلك 5 سنوات، ماذا علي الآن؟ باقية في ذمتك 7، يجب عليك أن تبادر بصيامها لأنها واجبة عليك ولا تسقط بمضي المدة. يقول: اعتمرت أنا وصديقي ولم يحلق صديقي إلا عندما وصل إلى بلده، ماذا يلزمه؟ إذا أخر الحلق وحلقه في الطريق أو في بلده فلا بأس، لأن الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان، ولكن يلاحظ أنه لا بد أن يبقى عليه الإحرام حتى يحلق، ولا يخلع الإحرام حتى يحلق رأسه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو محمد يقول: الخضر الذي ذكر في سورة الكهف هل هو نبي أم ولي، وفي أي عهد كان؟ الخضر كان في عهد موسى عليه السلام، اختلف العلماء هل هو نبي أو هو ولي من أولياء الله على قولين، والأمر في هذا سهل، سواء كان نبيا أو وليا فهو عبد من عباد الله، كما قال الله جل وعلا: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول: أستفسر عن الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، الاستفهام هنا، والآية الثانية: فبشرهم بما كانوا يفعلون، البشارة هنا عادة تكون في الأشياء المحمودة. ما في آية فبشرهم بما كانوا يفعلون، بشرهم بعذاب أليم، والبشارة معناها ما يظهر على البشرة من أثر الخبر، إما سرور وإما حزن والعياذ بالله. وقيل أنه من باب التهكم بهم، أنه جعل إخبارهم بالعذاب بمنزلة بشارتهم بما يسرهم، فهذا من باب التهكم بهم وزيادة تعذيبهم. وأما قوله تعالى: هل ثوب الكفار، فالاستفهام هنا معناه التقرير، أي قد ثوب الكفار، أي جوزوا على فعلهم، لأنهم كانوا في الدنيا كانوا يضحكون من أهل الإيمان ويستهزئون بهم ويتندرون منهم ويصفونهم بالتغفيل وبالجمود وغير ذلك من الأوصاف. فإذا كان يوم القيامة هو ألقوا في النار وصار المؤمنون في أعلى عليين ينظرون إليهم وهم معذبون في النار، فإنهم المؤمنون يسرون بذلك، لأن أعداءهم لقوا جزاءهم وتقر عيونهم بذلك. هذا معنى قوله هل ثوب، أي قد جوزي الكفار فيما كانوا يعملونه في الدنيا، أن الله جل وعلا جعل المؤمنين يطلعون عليهم وهم يعذبون، وعلى الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا، فالمؤمنون يضحكون منهم وهم في العذاب جزاء لهم والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف سودان يقول: ما معنى الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما؟ لا، واضح أن الله لا يؤاخذ على الخطأ، فإذا الإنسان فعل فعلا خطأ أو تكلم بكلام خطأ ولم يتعمده ولم يقصده، فإن الله لا يؤاخذه، ولكن يؤاخذ بما تعمدت القلوب. يقول: أختي معنا في العام الماضي في الحج وحاضت قبل طواف الوداع، فسافرنا ولم تطف طواف الوداع، هل حجها صحيح؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم، حجها صحيح وليس عليها طواف وداع بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أسقط طواف الوداع عن الحال في حديث ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبر في حجة الوداع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج قبل السفر أخبر أنها حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال فانفري إذن ولم يأمرها تنتظر الوداع أسقطه عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو إياد له مجموعة من الأسئلة في هذا البرنامج. يقول في السؤال الأول يا شيخ: هناك أناس عندما يصلون الجمعة يقومون فيصلون احتياطا 4 ركعات ظهرا، فهل يقبل منهم هذا العمل؟ هذا من كيد الشيطان ومن الوسواس، وهو عمل بدعي ولا يجوز للإنسان أن يكرر الصلاة ويقول هذا من باب الاحتياط، هذا لا أصل له في دين الإسلام. نعم. يقول: بالنسبة لرفع الأيدي والإمام يخطب في يوم الجمعة ما حكمه؟ لا ترفع الأيدي والإمام يخطب عند الدعاء إلا في الاستسقاء، إن استسقى في خطبة الجمعة ورفع يديه فإنهم يرفعون أيديهم، وأما الدعاء في الخطبة غير الاستسقاء فلا الإمام يرفع يديه ولا المأموم يرفعون أيديهم. نعم. يقول أيضا من أسئلته يا شيخ صالح: هل لابد أن يأخذ الإنسان الرخص في سفره؟ وإذا لم يترخص هل يكون قد خالف السنة في هذا الموضوع؟ الرخص في السفر التي رخص الله بها مثل الإفطار في نهار رمضان، مثل قصر الصلاة الرباعية، مثل الجمع بين الصلاتين، مثل المس 3 أيام على الخفين بلياليها، هذه الرخص الشرعية في السفر، والأخذ بها أفضل من فعل العزيمة. وإذا لم يأخذ بالرخصة فعبادته صحيحة لكنها خلاف الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة الأخ السائل ألف ألف جيم. يقول: يا شيخ، أنا من بلد عربي وزوجتي لا تتحجب عن إخوتي وهم كبار وترفض ذلك، فما الحكم في عملها؟ مأجوري. يجب عليها أن تحتجب من إخوتك لأنهم أجانب منها، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا: يا رسول الله رأيت الحمو، أي قريب الزوج، لأنه بحاجة إلى الدخول وإلى، قال: الحمو الموت، لأن خطره أشد. يجب على المرأة أن تحتجب عن أخي زوجها وعمه وخاله وأقاربه ما عدا أبا الزوج، إنها لا تحتجب عنه لأنه محرم لها، أو جده، وما عدا ابن الزوج من غيرها، ابن الزوج من غيرها أو ابن ابنه، فإنهم محارم له. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، ما المراد بالوسط في الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس؟ الوسط هي العدل، العدول، الخيار، كما فسرت الآية: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لأجل الشهادة على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغوهم. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: يا شيخ، ما حكم مقاطعة أهل المعاصي، أم أستمر في نصحهم وتوجيههم؟ النصح والتوجيه لا بد منه لمن يقدر على ذلك، وأما المقاطعة فإن كان فيها جدوى في أنهم يتركون ما هم عليه يخجلون فإنها مطلوبة، هو ما يسمى بالهجر. أما إذا كان هذا لا ينفع فيهم وربما يزيدهم شرا فإنه لا يقاطعهم، بل يواصل النصيحة معهم لعل الله أن يهديهم. نعم. أخيرا يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من منع النساء في زيارة القبور؟ وهل للمرأة أن تقوم في مواسم الأعياد والجمع بزيارتهم؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور دائما، لا في الأعياد ولا في الجمع ولا في غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور، متخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور دائما وأبدا، لا في يوم العيد ولا في يوم الجمعة ولا في غيرها من الأيام، لهذا الحديث. والحكمة والله أعلم لما في المرأة من الضعف، أنها إذا رأت قبر قريبها، ابنها أو أبيها أو
قريبها أنها يأخذها الجزع والذكر له تجزع. وقيل أيضا المرأة لأنها عليها خطر من الفتنة إذا زارت القبور، فإن الفساق قد يطلبونها ويقتنصونها في المقبرة، وحال انفرادها وخلوتها يحصل بذلك الفساد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات في صلاتي المغرب والعشاء و3 في بقية الصلوات، وذلك دبر كل صلاة، كذلك قول اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات دبر الصلوات؟ أما دبر غير الفجر والمغرب فلا يقول ربي أجرني من النار، لأن هذا لم يرد إلا في المغرب، بعد المغرب وبعد الفجر خاصة. ورد فيها حديث فيه نظر وفي سنده ضعف، ولكن من قاله عملا بهذا الحديث فإنه لا بأس بذلك، لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال عند أهل العلم. وأما سؤال الجنة 3 مرات مع كل فريضة هذا لا أصل له، لم يرد به دليل. هذا السائل أبو عبد الله من المدينة النبوية يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن سبب قسوة القلوب، فأنا قاسي القلب خصوصا في تعاملي مع أولادي، فمنهم من نفر مني ومنهم من أخذ طريق غير الطريق الصحيح، هل هذا سبب تعاملي، وهل هذا يعتبر من ضعف الإيمان؟ نعم، هذا من ضعف الإيمان. وقسوة القلب لها أسباب، أعظمها البعد عن القرآن الكريم وعدم تدبره. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالبعد عن كتاب الله، الإعراض عنه، يقسي القلب. كذلك أكل الحرام، أكل الحرام والعياذ بالله يقسي القلب ويمنع قبول الدعاء. كذلك عدم تذكر الآخرة، عدم تذكر الآخرة وعدم تذكر الموت، هذا يقسي القلب، الانشغال بالدنيا. الأخت السائلة تقول: الشيخ، إذا خرج من المرأة نقط من الدم قبل موعد ولادتها بيوم أو يومين، وخرج الفجر ولم تلد إلا في الليل، وهي ما تسمى بالعلامة، فهل تصلي فضيلة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ ذكر العلماء أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين من الدم أنه يعتبر من النفاس، ألا تصلي فيه؟ تقول السائلة بأنها تصلي قبل أن تنام حوالي 5 ركعات وأحيانا 7 ركعات، ومحافظة على ذلك كل يوم، ولا أقوم في الليل، هل يعتبر هذا قيام ليل، علما بأنني عندما أصلي تكون الساعة 12 أو 1 ليلا؟ نعم، صلاة الليل تكون من بداية الليل إلى نهاية، كله وقت لصلاة الليل، ولكن تأخير القيام إلى آخر الليل لمن يثق بقيامه أفضل من الصلاة في أوله، ومن لا يثق بقيامه فإنه يصلي ويوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر له ويختمه بالوتر في أول الليل، فإن قدر أنه قام آخر الليل يصلي أيضا ما تيسر له يكتفي بالوتر الأول. تقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ حيث أنني أدعو بأدعية القرآن في سجودي وفي صلاتي، ما صحة ذلك؟ هذا شيء طيب أن يدعو الإنسان بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة مع حضور القلب، هذا شيء طيب. من حاطة بني تميم الأخ فهد يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التهنية بقدوم المولود، وما حكم الهدايا التي تهدى إلى أم المولود في اليوم 7 وفي اليوم بعد 40؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، والتهنئة بالمولود والدعاء له للصلاح أمر طيب، والهدى لمن ولدت شيء من الهدايا، هدايا مطلوبة بين المسلمين، وإذا أهدي إلى من وضعت الحمل هذا يدخل في الهدايا المرغب فيها.
نختم هذه الحلقة برسالة الأخ عين عين حاء من السودان، يقول: بالنسبة لشرب الدخان للرجل الذي توضأ، هل يبطل الوضوء في هذه الحالة؟ لا يبطل الوضوء، ليس شرب الدخان من نواقض الوضوء، لكنه محرم ومعصية يأثم عليها ووضوءه باطن، ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروف. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم أنتم، ويتجدد اللقاء مع فضيلته إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.